بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا لقاء بلا عنوان، ولكن نقول الحمد لله على هذا الاجتماع الطيب في هذا المكان الطيب وفي هذا الوقت المبارك. وخير ما يكون الكلام فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا خلقنا لذلك، حيث قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وليست العبادة على هوى الإنسان ورغبته وذوقه، وإنما هي على حسب ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة اقتداء واتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها بدع ولا محدثات ولا استحسانات من الناس، وإنما هي توقيفية. وكذلك العبادة لا تصح إلا مع الإخلاص، إلا مع الإخلاص لله عز وجل، لأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. خالص من إيش؟ خالص من الشرك، فلا يكون فيها شرك لا أكبر ولا أصغر، تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فليس الإنسان الخيار أنه يعبد الله ويعبد غير الله كما يقولون حرية العقيدة، لا، العبادة محدودة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحدودة أيضا بما كان خالصا لله عز وجل ليس فيها شرك. فمن عبد الله وعبد معه غيره بطلت عبادته لله وصار من أهل النار، ولا تنفعه عبادته لله إذا كان معها عبادة لغير الله عز وجل. فالآن كثير ممن يصلون ويصومون ويتصدقون ويذكرون الله يعبدون الله عبادة كثيرة، ولكنهم لا يتركون عبادة غير الله، فيدعون المخلوقين ممن يسمونهم الأولياء ويزعمون أنهم يقربون إلى الله وأنهم يتوسطون لهم عند الله، فيدعون مع الله غيره لحجة أنهم شفعاء عند الله وأنهم وسائل ووسائط عند الله. الله جل وعلا لا يقبل هذا ولا يرضاه، وفاعله مشرك بالله عز وجل،
حتى تكون العبادة خالصة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله هذه الكلمة المختصرة الخفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، ثقيلة في المعنى، تجمع الدين كله. فمعنى لا إله هذا نفي لجميع المعبودات من دون الله عز وجل، من الأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء وغير ذلك والجن والإنس. لا إله مع الله سبحانه وتعالى، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فهذه العبادة المخلوطة بالشرك باطلة. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته. فإذا كان الرسول وحاشاه لو أشرك لحبط عمله، فكيف بغيره؟ فالذين يخلطون بين عبادة الله وعبادة الأولياء والصالحين والقبور والأموات، هؤلاء ليسوا على شيء وهم مشركون، وإذا ماتوا على ذلك فهم مخلدون في النار. ولو أتعبوا أنفسهم في هذه الدنيا بالعبادات والطاعات، لكن إذا خلطوها بالشرك فإنها هباء منثور. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء دخان. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، أعمالهم مثل الرماد الذي يطير مع الريح لا وجود له. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. دل على أن لهم أعمالا، أعمالهم كرم، لهم أعمال لكنها كرماد. لماذا؟ لأنها ليست خالصة لله عز وجل، فيها شرك. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالله لا يقبل من الأعمال والعبادات إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بهذا، كل الرسل نهوا عن الشرك، أمروا بالعبادة لله ونهوا عن الشرك بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو الشرك، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، عبادة للطاغوت. فإن كان راضيا بذلك فهو طاغوت في نفسه، وإن كان لم يرضى بذلك فإن الطاغوت هو الشيطان الذي أمره بذلك، فهو يعبد الشيطان لا يعبد النبي ولا يعبد الملك ولا يعبد الصالحين، لأنهم لا يرضون بذلك، وإنما يعبد الطاغوت
وهو الشيطان. الله جل وعلا بين لنا هذا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فليتنبه المسلم لهذا، إن كثيرا من الناس اليوم يدعون الإسلام ويصلون ويصومون ويحجون وتعبدون، لكنهم لا يتركون عبادة غير الله، يأتون إلى الأضرحة وإلى القبور ويستغيثون بها ويذبحون لها وينذرون لها. من ينكر هذا؟ هذا موجود كثير. فالمسلم يخشى من الشرك ويجتنب الشرك وينهى عنه ويجعل عمله خالصا لوجه الله. قد لا يحصل من المسلم الشرك الأكبر، ولكن يحصل منه الشرك الأصغر، وهو الرياء والسمعة، وهذا أيضا يحبط العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، تصدق لأجل أن يمدح، يتبرع من أجل أن يثنى عليه، قد يعمر مساجد من أجل أن تخلد اسمه وذكره. هذا مردود لا يقبله الله عز وجل، لأنه لغير الله عز وجل، لغير الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته، حذر الصحابة من الشرك الأصغر، لأنه قل من يسلم منه. ولكن إذا عرض للإنسان، الإنسان يحب المدح ويحب الثناء ويحب، إذا عرض للإنسان فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يخلص عمله لله، فينتفي عنه الشرك، ينتفي عنه الرياء، إذا رجع إلى الله ورجع إلى الإخلاص وأخلص عمله لله صار عملا صالحا. أما إذا استمر مع الرياء أو كان أصله رياء فإنه مردود عند الله جل وعلا، لا ينفع صاحبه مهما كلف نفسه فيه. فالحاصل أيها الإخوة أن أول واجب علينا هو عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول واجب علينا هو عبادة الله، وأول ما نهينا عنه الشرك، وأعظم ما نهينا عنه الشرك. إذا قيل لك ما أول أو ما أعظم، إذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به تقول التوحيد، وإذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك بالله عز وجل. فعلينا أن نخلص أعمالنا لله، وأن نحذر من الشرك، ولا نزكي أنفسنا، بل نخاف من الشرك ونحذره ونستعيذ بالله منه، سواء كان الشرك الأكبر وهذا لا يصدر من المسلم، أو الشرك الأصغر وهذا يصدر من المسلم ويبطل العمل الذي وقع فيه. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي خالطه.
فعلى كل حال الشرك خطير جدا، ولا نستبعده ولا نزكي أنفسنا منه، فعلينا أولا أن نعرفه، أن نعرف ما هو الشرك. بعض الناس يستعيذ من الشرك لكن ما يعرف معناه، ولذلك يقع فيه وهو لا يدري، لأنه لم يتعلم عقيدته، لم يتعلم التوحيد. ولو أنه قرأ نبذة يسيرة في التوحيد الخالص لاستفاد منها وصار على بصيرة، وهذا ميسر ولله الحمد. لكن الشأن الاهتمام، أن يهتم الإنسان بعقيدته، أن يهتم بدينه، وينظر ما وقع فيه كثير من الناس في الأمصار الكبيرة من البناء على القبور والأضرحة وماذا يفعل عندها. هذه البلاد ولله الحمد كان فيها شيء من ذلك، لكن لما جاء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك وآزره الأمراء من آل سعود رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم، لما آزروه وقاموا بهذا الدين بقيت هذه البلاد ولله الحمد خالية من الأضرحة والمعبودات من دون الله، وذلك بسبب دعوة التوحيد وتعلم التوحيد. بسبب هذا صان الله هذه البلاد، فتلك نعمة عظيمة علينا أيها المسلمون، فعلينا أن نشكرها، ولا يكفي أن نشكرها، علينا أن نتعلمها ونتذاكرها وأن نعرفها وندرسها لأولادنا حتى تبقى هذه العقيدة السليمة، وهي العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليها. فلنتمسك بها ولنحذر من الشرك وما وقع فيه غيرنا من البلاد الكبيرة والكثيرة، وقعوا في الشرك إلا من رحم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سالم يسأل فضيلتكم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، توفيت والدتي وهو صغير السن ولا يعرف القبر الخاص بها، ويرغب في زيارتها المقبرة التي دفنت بها، فماذا يجب عليه عند الزيارة ونيته بزيارة قبر والدته، مع العلم أنه حين سئل لمن قاموا بدفنها لم يفيدوه بمكانها؟ الحمد لله، ليس بلازم أن يعرف قبرها ويعرف مكانها، يدعو لها في أي مكان، يتصدق عنها في أي مكان، يكثر من الدعاء لها ويكثر من الصدقة عنها، يحج ويعتمر عنها، وهذا إذا تقبله الله وصل إليها، وله بلازم أنه يعرف قبرها أو يزورها. إذا حصل أنه عرف قبرها وزارها وسلم عليها ودعا لها طيب، لكن إذا لم يعرف قبرها فليس هذا بلازم، ولا ينقطع البر بها على معرفة قبرها. نعم. سأل يسأل فضيلتكم، يقول: إذا عطس المصلي في الصلاة هل يحمد الله؟ نعم، يحمد الله لكن سرا، لا يرفع صوته بها. نعم. سأل يسأل فضيلتكم، يقول: ما حكم السؤال عن كيفية شيء من صفات الله تعالى؟ لا يجوز السؤال عن الكيفية، إنما السؤال عن المعنى، المعنى معروف، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى،
ولا يحيطون به علما، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وبغيره. أما نحن فنؤمن بأسماء الله وصفاته ونقر معانيها، أما كيفياتها فلا نعرفها. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله في مجلسه فقال: الله جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعند ذلك أطرق الإمام مالك برأسه حتى تصبب منه العرق خوفا من الله سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. فأمر به فأخرج من المسجد. لا يجوز السؤال عن كيفية أسماء الله وصفاته، وإنما يسأل عن معناها: ما معنى الرحمن؟ ما معنى الرحيم؟ ما معنى استوى على العرش؟ المعنى معروف، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. سامي يسأل فضيلتكم، يقول: هل ينسب الشر إلى الله تعالى؟ وهل يقع في أفعاله الشر؟ الشر لا ينسب إلى الله، والله جل وعلا خلق الخير والشر، لكن بالنسبة لله ليس شرا، لأنه خلقه لحكمة، خلق الشر لحكمة، فليس بالنسبة إليه شرا، إنما هو شر بالنسبة للمخلوقين فقط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالله جل وعلا خلق الشر، ولكنه خلقه لحكمة منه سبحانه، ابتلاء وامتحان، فهو بالنسبة إلى الله ليس شرا، وأما بالنسبة للمخلوقين فهو شر. نعم. سأل يسأل يقول: بعض جيران المسجد لا يصلون في المسجد مع أنهم يسمعون الأذان، ما هو الواجب علينا وبماذا تنصحونهم؟ واجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، لا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فلا يسوغ للإنسان أن يترك الصلاة في المسجد مع الجماعة وهو قريب منه يسمع الأذان، فينصح، إن قبل النصيحة فالحمد لله، وإلا فإنه ينكر عليه ويرفع بشأنه إلى مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحضره وتلزمه بحضور الصلاة. نعم. سامي يسأل فضلتكم يقول: ما رأيكم في من يبيح التمثيل في المسجد وذلك من باب الدعوة؟ التمثيل لا يجوز لا في المسجد ولا في غيره، وليس هو من عمل المسلمين، إنما هو مجلوب إلينا، مجلوب إلينا من أعمال غيرنا، والدعوة ليست بالتمثيل، الدعوة بالكتاب والسنة والترغيب والترهيب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سار عليه الدعاة من بعده. هل الرسول كان يمثل؟ هل الصحابة كانوا يمثلون؟ هل من جاء بعدهم من علماء الأمة ودعاة الأمة الصادقون هل هم يمثلون؟ هذا عمل عبثي وعمل لا ينسب إلى الدعوة، هذا من العبث، والدعوة لا تقبل العبث، الدعوة تكون بالكتاب والسنة والدليل من الكتاب والسنة، وبالقدوة أيضا، تكون بالقدوة الصالحة والعمل. الذي يدعو إلى الله لا بد أن يكون قدوة، فيكون أول الناس إلى فعل الخير، ويفعل ما يأمر به ويجتنب ما ينهى عنه. تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
أفلا تعقلون؟ هكذا الدعوة تكون الدعوة بالتمثيل والضحك وغير ذلك. نعم. سؤال يسأل فضيلتكم يقول: ما هو المشروع المسلم عند نزول المصائب؟ مشروع الصبر، الصبر والاحتساب وعدم الجزع وعدم السخط مع فعل الأسباب التي تدفع عنه المصائب. إذا نزل به مرض يتعالج الحمد لله، إذا أحس بالجوع يطلب الرزق. الله جعل أسبابا نفعلها ونقاوم بها الجوع ونقاوم بها المرض ونقاوم بها. فالصبر والاحتساب مع فعل الأسباب النافعة والواقية. نعم. سامي يسأل فضيلتكم يقول: ما حكم الرافضة الذين يعيشون في هذه البلاد؟ هل هم مسلمون أم كفار مع أنهم يدرسون العقيدة الصحيحة في المدارس النظامية؟ إذا كانوا يعتقدونها فهم مسلمون، أما إذا كانوا يدرسونها ولا يعتقدونها فليسوا على شيء ولا تنفعهم الدراسة. العلم ما ينفع إلا مع العمل، ما له خاص بالرافضة، كل من عنده علم ولا يعمل به فإنه لا ينفعه ويكون حجة عليه يوم القيامة. فهم قامت عليهم الحجة بتدريسهم العقيدة الصحيحة، قامت عليهم الحجة ولا عذر لهم عند الله. في من يقول أن الآن عوام وهم إنهم لا يؤاخذون أو يعذرون، يا أخي هم يدرسون الآن، يدرسون التوحيد والمدارس منتشرة بينهم ويدرسون مع أهل السنة، فكيف يقال إنهم عوام؟ ما هم عوام الآن، متعلمين، وآباؤهم آباؤهم يصل إليهم العلم من طريق أبنائهم. فالحجة قامت عليهم. نعم. سامي يسأل فضيلتكم يقول: متى يكون مبغضا للصحابة رضي الله عنهم كافرا كفرا أكبر؟ إذا أبغضهم لدينهم ولما قاموا به فهو كافر كفر أكبر، كشان المنافقين، كشان المنافقين. والله جل وعلا قال في الصحابة لما ذكرهم في آخر سورة الفتح، قال جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من الصحابة ويبغض الصحابة إلا كافر. نعم. سائل يسأل يقول: والدي يريد تطليق أختي من زوجها لأسباب لا تدعو إلا لذلك، ولكن بين والدي ووالد زوجي أختي لا تدعو إلى ذلك. نعم. أفر الله عليك. لأسباب لا تدعو إلى لذلك، ولكن لا فيه إلا لذلك يا شيخ، ولكن بين لأسباب تدعو لذلك، ولكن بين والدي ووالد زوج أختي خلاف شخصي، وأنا لا أرى تطليقها، فهل يجب علي طاعة والدي في ذلك حيث أنه سيغضب علي إن لم أطعه؟ أعيد السؤال. يقول: والدي يريد تطليق أختي من زوجها لأسباب لا تدعو لذلك، ولكن بين والدي ووالد زوج أختي خلاف شخصي، وأنا لا أرى تطليقها، فهل يجب علي طاعته؟ أنت لست زوجا لها، هي أختك، الطاعة على الزوج، على زوجها يطلقها، إذا كان لمبرر شرعي يطلقها، أما إذا كان لهوى فلا يطلقها، لا يطلقها من أجل الهوى أو من أجل الشحنة بينهما، ما دامت تصلح له فلا يطلقها، ليس له عليه سبيل، وأنت وسيط يجب عليك أن تصلح بينهما. نعم. سامي يسأل يقول: هل يجوز الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه جهرا، حيث يقوم بعض الحاضرين بالدعاء جهرا ويؤمنون وراه الآخرين؟ نعم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من دفن الميت وقف عليه صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
فالدعاء للميت بعد قبره بالاستغفار والدعاء له بالثبات عند سؤال الملكين هذا أمر مشروع أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكون جماعيا، بل كل يدعو لنفسه ولا يدعو واحد والبقية يؤمنون، هذا بدعة، كل يدعو بنفسه للميت. نعم. سالم يسأل فضيلتكم يقول متى تبدأ مدة المسح على الشراب ومتى تنتهي؟ تبدأ مدة المسح على الحائل المبوس على الرجلين من شراب أو من خفاف، تبدأ من انتقاض الوضوء بعد اللبس، إذا لبسها على طهارة ثم انتقض وضوءه بدأت مدة المسح بانتقاض الوضوء. نعم. سالم يسأل فضيلتكم يقول إذا كنت جالسا في المسجد وبجواري مجموعة يصلون وأخطأ الإمام ولم يرد عليه أحد، فهل أرد عليه؟ لا بس، إذا كان أحد يصلي وأنت جالس والتبس عليه القرآن تفتح عليه، ولو أنك ما تصلي معه، لو أنك جالس. نعم. سالم يسأل يقول أنا أريد طلب العلم ولكن لا يفسح لي لصغر عمري. يقول أنا أريد طلب العلم ولكن لا يفسح لي لصغر عمري. العلم ليس له سن، تعلم العلم ليس له سن إلا التمييز، إذا كان مميزا فإنه يصلح لتلقي العلم، لكن يتلقى ما يستطيع، يتلقى المبادئ من العلم ولا يمنع من ذلك، لأن هذا أحسن سن للتعلم وأثبت للتعلم. نعم. سالم يسأل يقول ما نوع العبادة التي أمر الله بها؟ كل أنواع العبادة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والصدقات والنوافل، كلها من أنواع العبادة التي أمر الله بها. نعم. سالم يسأل يقول هل للزاني توبة؟ كل مذنب له توبة، حتى الكافر له توبة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فلا أحد يمنع من التوبة، ومن تاب الله عليه ولو كان ذنبه عظيما، فإن الله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم. سام يسأل يقول نحبكم في الله يا شيخنا، ما هو سؤالي هو ماذا تنصح بمن ضعف إيمانه ويفكر بالرجوع إلى الانتكاسة؟ عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ووساوسه، وعليه أن يحافظ على الفرائض، الصلوات الخمس في الجماعة، ويحافظ على ذكر الله وتلاوة القرآن ومجالسة الصالحين، وبذلك يثبت الله له الإيمان بإذن الله. نعم. سالم يسأل يقول ما هو حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومشاركتهم بأعيادهم؟ سألوا الله العافية، لا يجوز مشاركة المسلمين النصارى في أعيادهم ولا تهنئتهم بها ولا حضورها، والذين لا يشهدون الزور، والزور هو أعياد المشركين وشهودها حضورها، لا يحضرها ولا يعين عليها ولا يهنئهم بها. حتى الأعياد البدعية التي عند المسلمين كعيد المولد وما أشبهه من الأعياد البدعية لا يجوز للإنسان يشارك فيها ولا يحضرها ولا يهني فيها ولا يساعدهم عليها ولا يأكل من الطعام الذي صنع فيها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. سالم يسأل فضيلتكم يقول ما موقف العلماء من دعاة التغريب الذين
يبدون كل وقت من وسائل الإعلام المحلية إلى تغريب المرأة، فماذا تنصحون؟ دعاة الضلال كثيرون ومتنوعون، ما هو بس التغريب، دعاة للضلال، دعوة، دعاة للشرك، دعاة للبدع والمحدثات، دعاة للتغريب، دعاة إلى المعاصي والمحرمات، الدعاة كثيرون إلى الضلال، فيجب التحذير منهم، ويجب الرد عليهم لمن يحسن الرد، ويجب رفع أمرهم إلى ولاة الأمور، الأخذ على أيديهم، لا يجوز تركهم. نعم. سام يسأل فضيلتكم، يقول هل للعمرة طواف وداع؟ لم يثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن الرسول في الحج، وطواف الوداع من واجبات الحج، وأما العمرة فلم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل لها طوافا وداعا ولا أمر به. نعم. سامي يسأل يقول ما هو سامي يسأل يقول إن الشرك منه ما هو في الصالحين وكذلك في القبور وغيرها. القبور ما هي بتعبد لذاتها، هي تراب، لكن لأجل الأموات اللي فيها، لأجل الصالحين اللي يزعمون أنهم فيها وأن لهم ولاية ولهم ولهم. أما القبور نفسها هي ما هي بتعبد لذاتها، تعبد لمن فيها. نعم. سؤال يسأل يقول لماذا نرى عزوف كثير من المسلمين عن صلاة الاستسقاء؟ لعدم الرغبة في الخير وللغفلة. كثير منهم لا يحضرون صلاة الجماعة الفريضة، لا يحضرون صلاة الفريضة في المسجد، فكيف يحضرون صلاة الاستسقاء؟ لكن من وفقه الله عز وجل فإنه لا يتأخر لا عن صلاة الجماعة ولا عن صلاة الاستسقاء ولا عن صلاة العيد ولا عن صلاة الكسوف ولا عن صلاة التراويح، يحضر مع المسلمين من وفقه الله، ومن حرمه الله فهو محروم. نعم. سام يسأل يقول من يصلي بسرعة بدون خشوع هل له نصيب من صلاته؟ الله أعلم بالنيات والمقاصد، لكن صلاة بغير خشوع لا تقبل، لأن الخشوع هو روح الصلاة، فالذي يصلي وقلبه غافل ويهوجس في كذا وكذا ولا يحضر قلبه، هذا لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى ظاهرا ولكنه لا يؤجر على صلاته لأنه لم يحضر قلبه فيها، وفي الحديث لا يكتب له إلا ما عقل منها، قد لا يكتب له شيء، قد يكتب له ربعها، قد يكتب له نصفها، قد يكتب له بحسب ما يحضر قلبه في صلاته. نعم. سام يسأل يقول فضيلتكم هل المفحط والمسرع بقيادة للسيارة إذا مات يعتبر قاتل لنفسه؟ متسبب، يعتبر متسببا في قتل نفسه. نعم. هل الفخذين عورة؟ وهل للمرأة عندها المرأة عورة بالنظرها؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هكذا جاء في الأحاديث، من السرة إلى الركبة، أما المرأة فكلها عورة، كلها عورة، ولا تكشف عند محارمها ولا عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه من الوجه والكفين والقدمين والرأس، وأما بقية جسمها فكله عورة عند النساء وعند رجالها المحارم. نعم. سأل يسأل فضيلتكم يقول ما حكم التسوك أو العبث باللحية ورد السلام وتشميت العاطس والخطيب يخطب يوم الجمعة؟ كل هذا لا يجوز وقت الخطبة، التسوك سنة ولكن وقت الخطبة لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات وعدم الحركة، وأمر باستماع الخطبة، وأما العبث في اللحية وأما تخطيط في الأرض وأما غير ذلك
وكله أشد، كله أشد من فعل السنة وقت الخطبة. نعم، الواجب أنه يتفرغ لسماع الخطبة، يقطع الحركة، يقطع الأصوات، يقبل على الخطيب، يستمع ما يقول. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله هو الخطبة، يستمع إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. حتى لو أخطأ أحد وخالف أحد لا تنهه وقت الخطبة، اسكت، فإذا انتهت الخطبة فإنك تنصحه وتبين له ذلك. نعم. سام يسأل فضيلتكم، يقول: هل الغفلة الطويلة عن الذكر دالة على ضعف الإيمان؟ نعم، اللي يغفل عن ذكر الله هذا دليل على ضعف، إما على عدم إيمانه وإما على ضعف إيمانه، لأن ذكر الله يزيد في الإيمان، ذكر الله يحيي القلب، وهجر الذكر وعدم ذكر الله يميت القلب ويقلل أو يضعف الإيمان. نعم. سالم يسأل يقول: كيف يكون التسبيح والذكر لله سبحانه؟ نرجو بيانه. يا أخي واضح هذا، التسبيح تقول سبحان الله، والذكر تقول لا إله إلا الله، أستغفر الله وأتوب إليه، إلى آخره. نعم. هل الصلاة على الميت بالمقبرة بمثل الصلاة عليه بالمسجد؟ الصلاة على الميت في أي مكان كله سواء، المسجد أو خارج المسجد، في المقبرة أو خارج المسجد كله سواء، ويحصل به المقصود والحمد لله، ليس للصلاة على الميت موضع معين. نعم. سأل يسأل فضيلتكم يقول: هل تحديد 3 أيام للعزاء لها صحة أم إنه ليس له حد؟ لا أعرف دليلا على التحديد بالثلاث، لكن الفقهاء يقولون إنهم بعد الثلاث ينسون ميتهم، فلا تذكرهم بالمصيبة بعدما إنهم نسوها، لا تعيد عليهم ذكرها. نعم. سأل يسأل فضيلتكم يقول: ما هي الباقيات الصالحات؟ الأعمال الصالحة، باقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة، لا يبقى لك إلا هي، ولا تجد يوم القيامة إلا الأعمال الصالحة. نعم. سأل يسأل فضيلتكم يقول: هل يجوز الإمام أن ينبه المصلين بالإقفال أجهزة الهاتف قبل الصلاة؟ هذا شيء لا يستطاع الآن، والجوالات أصبحت ضرورية مع الناس وينسونها، لكن إذا حصل من أحد إساءة ينبه على ذلك، إذا كان يرفع صوت الجوال أو الجوال فيه صوت لا يجوز، مثل ما في بعضهم يجعل فيها غاني ويجعل فيه أصوات منكرة، هذا يجب ينكر عليه ويبين له ويخفض صوت الجوال. نعم. سأل يسأل فضيلتكم يقول: هل يجوز المسلمين مجاملة النصارى بالتهنئة بعامهم الجديد والحضور؟ أسأل الله العافية، ما يجوز مجاملتهم ولا تهنئتهم بعامهم ولا بعيدهم، لا يجوز هذا. نعم. سأل يسأل يقول: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ الله أعلم، لكن الظاهر والله أعلم أنها تبدأ من صلاة الفجر، بعض العلماء يقول تبدأ من طلوع الشمس. نعم. ما هي أفضل صيغة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما جاء في القرآن: صلوا عليه وسلموا تسليما، تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. سام يسأل يقول: ما حكم حضور الزواج أو الحفلات التي فيها غناء وفسق مع النصيحة؟ كل ما فيه معصية من المجالس والحفلات لا يجوز حضوره إلا بشرط أن تنكر
وأن تزيل المنكر من الحفل أو من، أما إذا كانوا لا يقبلون النصيحة أو أن تحضر وتسكت ولا تنصح فلا يجوز لك الحضور. نعم. هل يجوز للنساء تشقير الحواجب؟ لا يجوز العبث بالحواجب، لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها بأي شيء، لا بقص ولا بحف ولا بنتف ولا بصبغ ولا بتشقير، تتركها كما خلقها الله، فيها جمال وفيها حسن خلق خلقة، فلا تغير خلق الله فتدخل في اللعنة، تدخل في اللعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المغيرات لخلق الله. نعم. سامي يسأل فضيلتكم يقول هل الأفضل صلاة الراتبة الفجر والظهر في البيت ثم الذهاب للمسجد، أم إنها تصلى بالمسجد لأجل التبكير؟ الصلاة القبلية الراتبة القبلية تصلى في المسجد لأجل التبكير، أما البعدية فصلاتها في البيت أفضل. نعم. سامي يسأل فضيلتكم يقول ما حكم عضل البنات عن الزواج مع تقدم الخطاب للكفر؟ هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، عضل المرأة عن الزواج بكفء رضيت به، كفء رضيت به بشرطين، أن يكون كفءا لها وأن تكون رضيت به، فلا يجوز عضلها، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وتسقط ولاية العاضل وتنتقل إلى من بعده. نعم. سامي يسأل يقول فضيلتكم هل الاختلاط بين الذكر والأنثى كله شر؟ ما في شك، الاختلاط بين الرجل والأنثى الذين ليسوا محارم شر ولا يستثنى منه شيء، أما الحضور في المكان والرجال على حدة ومتحجبات وعلى حدة والرجال على حدة، ما هو باختلاط، ليس اختلاطا، الاختلاط أن يكون الرجل بجنب المرأة في كراسي أو في حفل أو في درس أو في جامعة أو مدرسة أو في حفل أو في لقاء مع الرجال، كل هذا لا يجوز. نعم. سامي يسأل فضيلتكم يقول هل نشوز المرأة عن زوجها يقول هل نشوز المرأة عن زوجها بشكل دائم تام مع طلبها للطلاق لأدنى الأسباب؟ لا يجوز للمرأة أن تنشز عن زوجها، بل عليها أن تطيعه فيما أحل الله وأن تؤدي حقه عليها ولا تترفع عليه، وقد جاء الوعيد على المرأة التي تترفع على زوجها أو تمنعه من نفسها إذا أرادها وهي ليس عندها مانع، جاء الوعيد عليها باللعنة والغضب من الله عز وجل، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وإذا كانت لا تريد الرجل ولا تطيقه فلها أن تطلب الطلاق لأنها لا تصلح معه. نعم. سامي يسأل فضيلتكم يقول ما ضابط الشعر المباح؟ يقول ما ضابط الشعر المباح؟ أي شعر؟ شعر ما ضابط الشعر المباح؟ إيه وراك تقول الشعر؟ أخطأ عندي يا شيخ. أخطأ عندي يا شيخ. الشعر المباح هو الذي ليس فيه منكر، ليس فيه كهر ولا زندقة ولا مدح كاذب أو هجاء مقذع، الشعر النزيه هذا طيب، قد سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعه من حسان ومن شعراء الصحابة، سمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر فيه حكمة، قال صلى الله عليه وسلم إن في الشعر إن من الشعر لحكمة، شعر الحكم وشعر الأمثال وشعر اللغة العربية وشعر المفيد لا بأس به. طيب. نعم. سامي يسأل فضيلتكم يقول ما حكم الأناشيد الدينية؟ ما فيها أناشيد دينية، هذه عند الصوفية، هم اللي عند
هم اللي يتخذون الأناشيد عبادة لله عز وجل، بدل الذكر لله، بدل أن يذكروا الله بالتسبيح والتهليل والتكبير يتخذون الأناشيد والأغاني. هذا عند الصوفية ما هو عندنا. نعم. سؤال يسأل فضيلتكم يقول: ما حكم من يصلي الفجر بعد شروق الشمس أحيانا بسبب النوم مع التفريط بالمسببات؟ هذا متعمد لتأخير الصلاة عن وقتها، ولا تقبل منه، لا تقبل منه صلاته إذا تعمد إخراجها عن وقتها. نعم. سؤال يسأل: هل الأفضل الاغتسال للجمعة عند شروق الشمس أو عند الروح؟ الأفضل عند الذهاب، الأفضل عند الذهاب لصلاة الجمعة، وإن اغتسل من أول النهار فلا بأس. نعم. سؤال يسأل فضيلتكم يقول: شروط التوبة الصحيحة وحقوق الناس هل تسقط بهذه التوبة؟ حقوق الناس ما تسقط بالتوبة، لابد من أدائها إليهم أو مسامحتهم عنها، إنما الذي يسقط بالتوبة حق الله جل وعلا بشروطها، وأما حقوق الناس ما تسقطها التوبة، لابد من أدائها إليهم أو مسامحتهم عنها. نعم. سؤال يسأل فضيلتكم يقول: شيخنا، من هو الجائز غيبته، وهل هناك كذب أبيض وأسود؟ كذب كله أسود، ما في أبيض، ولا كله أسود، ولا يجوز إلا في الحوال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب لإصلاح ذات البين، أو الكذب بين الزوجين بعضهما مع بعض لأجل إصلاح العشرة، أو الكذب من أجل التخلص من ظالم، من أجل التخلص من ظالم، وهو ما يسمى بالتأويل. ما عدا ذلك فالكذب حرام كله، وهو من الكبائر ولا يجوز. نعم. سؤال يسأل فضيلتكم يقول: هناك من يلعن الدين والوالدين ويستغفر ثم يعود مرة أخرى. لعن الدين ردة عن الإسلام، ما هو ذنب فقط عادي يكفي الاستغفار، هذا ردة عن الإسلام. اللي يسب الدين يرتد عن الإسلام، فعليه أن يتوب ويدخل في الإسلام من جديد، نسأل الله العافية. نعم. سام يسأل يقول: هل يجوز حضور مباريات كرة القدم في الملاعب مع الحفاظ على الصلاة بوقتها؟ وش الفائدة يا أخي من حضور المباريات؟ وش تستفيد منها؟ هل تستفيد منها دينا أو دنيا؟ إنما هي لهو وغفلة وضياع للوقت، فلا تحضرها. نعم. هل يجوز السفر إلى البلاد غير مسلمة للسياحة؟ وما هو ضابط السفر لها؟ ما يجوز السفر لديار الكفار إلا بضوابط، منها أن يسافر لتجارة ليشتري بضائع ولا يتعاقد مع شركات ثم يرجع، أو يسافر لتعلم مهنة لا توجد عندنا ونحن بحاجة إليها، خبرات طب أو غير ذلك، بقدر الحاجة، أو سفر للدعوة إلى الله، تدعو الكفار إلى الله، بهذه الأمور يجوز السفر. كذلك السفر لأجل العلاج، علاج مرض لا يوجد عندنا، تسافر لأجل العلاج، هذه الأمور تسافر بشرط أن تتمسك بدينك، تحافظ على صلاتك، لا تذهب إلى المسارح، إلى دور البغى، إلى دور الفساد، إلى اللهو واللعب، إلى القمار، إلى تتجنب أعمال الكفار، لا تحضرها، تبقى على حاجتك فقط وبقدرها، ثم ترجع متمسكا بدينك، كما ذهبت على دينك ترجع بدينك. نعم. سؤال يسأل فضيلتكم يقول: هل الأفضل في الدعاء صلاة الاستخارة أن تكون في آخر الصلاة أو بعدها
صلاة الاستخارة كما جاء في الحديث، تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو بعدهما، بعد ما تسلم من الركعتين تدعو بدعاء الاستخارة. نعم. يقول بعض من يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر يصلي الإشراق والضحى، إيه؟ يقول على شروق الشمس دون إضافة ربع ساعة. ما هو محدد بربع ساعة، إذا ارتفعت الشمس عن الأفق، إذا ارتفعت الشمس عن الأفق أصلي صلاة الضحى، صلي صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. نعم. يقول سائل ما حكم تخصيص أيام الجمعة لزيارة المقبرة؟ لا أصل له، زيارة المقبرة مشروعة ولم يحدد يوم معين، تزورها في أي يوم تيسر لك. نعم. سائل يسأل يقول هل التأمين جائز؟ نرجو التفصيل. تأمين غير جائز، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولأن فيه ربا وفيه قمار وفيه مفاسد عظيمة، فليس هو من نظام المسلمين، إنما جلب إلينا وروج له بعض الجهلة. فالتجارية قصد التأمين التجاري، أما التأمين التعاوني الذي لا يقصد منه الاستثمار وإنما يقصد منه مساعدة المحتاجين، هذا لا بأس به. تأمين تعاوني يقصد منه مساعدة المحتاجين ولا يرجع إليك إلا الأجر، ولا يرجع إليك استثمار منه، هذا لا بأس به. نعم. سام يسأل يقول نرجو نصيحة وتوجيه لإخواتنا، وذلك انتشار النمص وتوصيل الشعر ولبس البنطال، وشكرا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة التي تفعل هذا بنفسها أو تطلب من يعمله معها، كلاهما ملعون، التي تعمل والمعمول بها النمص، اشتركان في اللعنة والعياذ بالله. البنطال ليس من لباس الرجال عندنا، كيف يكون من لباس النساء؟ ولما فيه من الفتنة، لأنه يبدي تقاطيع بدن المرأة، يبدي حجم عجيزتها ويفتن بها، ليس هو من لباس المسلمات في هذه البلاد. المرأة تلبس ملابس المسلمات في هذه البلاد، هذا هو المطلوب. نعم. سامي يسأل فضيلتكم يقول ما حكم مسلسلات الكرتون التي تكون الأطفال وهي سليمة وتدعو إلى البر والتقوى والسنة؟ لكن الصور لا تجوز، صور متحركة، والصور لا تجوز، فلا نعلم أطفالنا بواسطة الصور المتحركة، لا نربيهم على التصوير واستعمال الصور. نعم. سام يسأل يقول أنا أعمل سائق إلى حافلة الطالبات وتدركني صلاة الظهر ولا أستطيع الصلاة. طيب، وقت الظهر ممتد والحمد لله من زوال الشمس إلى أن يدخل وقت العصر، فتصلي إذا تيسرت لك الصلاة قبل العصر، قبل أن يدخل وقت العصر. نعم. نعم. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد سامي يسأل فضيلتكم يقول أحيانا يفوتني الوتر وأنهض عند الأذان صلاة الفجر، هل يجوز له أن يوتر في النهار؟ يقضيه في النهار، ما هو بيوتر في النهار، يقضيه في النهار ويشفعه. إذا كان يوتر بثلاث يجعلها أربع تسليمتين، صار يوتر بخمس يجعله ست ثلاث تسليمات وهكذا. نعم. سامي يسأل فضيلتكم يقول ما حكم الصدقات على غير المسلمين؟ لا بأس بذلك للمحتاج والجائع حتى ولو كان غير مسلم، إذا كان جائعا ومحتاجا فيتصدق عليه وينقذ من الموت والجوع، هذا من الإحسان. والله جل وعلا قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. سأل يسر فضيلتكم يقول أما الزكاة فلا يجوز إعطاءها لغير المسلم، الزكاة والنذر والكفارة هذه لا يجوز إعطاءها لغير المسلم، أما التطوع والتبرع فأمر واسع. نعم. سأل يسر فضيلتكم يقول أصبت بالسحر فماذا أفعل؟ عليك بطاعة الله عز وجل وعلاج السحر بالذكر والقراءة، قراءة القرآن وطلب الرقية من الثقات طيبين، تعالج السحر بما أباح الله من العلاج. نعم. سالم يسر فضيلتكم يقول توجيهكم لمن لم يحضر صلاة الفجر ويتكاسل عنها، أن يتقي الله عز وجل ولا يعطي لنفسه المهلة أو يتعامل مع الشيطان الذي يخذله
عن صلاة الفجر وغيرها، عليه أن يتقي الله وأن ينهض للصلاة مع المسلمين ويذكر الله عز وجل. ليس له من دنياه إلا العمل الصالح، والصلاة هي عمود الدين، عمود الإسلام، لا يفرط بها، يتساهل بها. نعم. سام يسر فضيلتكم يقول: هل الصبر على الزوجة وطبعها وجهلها وعصبيتها يؤجر عليه الزوج؟ نعم، هذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يصبر على ما في الزوجة من بعض الأخلاق التي لا تناسبه، يصبر عليها في مقابل ما فيها من الخير، خيرها أكثر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الخلق الآخر. نعم. ولهن امرأة صافية ما فيها أي عيب، ما فيه، لا بد فيها شيء، إن النساء خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن استمتعت به استمتعت فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سامي يسأل فضيلتكم يقول: هل الضرب الوالد لولده حرام أم لا، خاصة يحدث ذلك بعد تحذير كثير؟ واجب، ما هو حرام، واجب عليه أنه يضرب ولده إذا ترك الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الوالد له سلطة، إذا كان الولد عنده في البيت له سلطة عليه يضربه، أما إذا كان الولد خارج البيت فإنه ينصحه ويذكره بالله عز وجل. نعم. سامي يسأل يقول: هل الكلام في الأكل سنة؟ نعم. يقول غفر الله لك: هل الكلام في الأكل سنة؟ يعني وقت الأكل. نعم. مباح، هو سنة مباح، إن تكلم بكلام لا محذور فيه فلا بأس. نعم. سام يسأل فضيلتكم يقول: هل يأثم المعلم عندما يراقب الطلاب في الاختبارات ويتغاضى عن الغش؟ نعم يأثم، إذا تركهم يغشون فقد رضي بالغش، فيكون هذا معصية وخيانة، يجب عليه أن يضبطهم، هذا من مصلحتهم، تركهم يغشون هذا من ضررهم، مضرر عليهم، إذا ضبطهم هذا من مصلحتهم، وهذا أمانة أيضا في ذمته، يؤدي الأمانة بضبطهم. نعم. سام يسأل فضيلتكم يقول: هل يجوز الحج عن والدتي وهي على قيد الحياة ولكن لا تستطيع الحج؟ إذا كانت لم تؤدي الفرض ولا تستطيع مباشرته بنفسها لكبر وهرم أو لمرض مزمن لا تستطيع مباشرة الحج بنفسها وهي لم تؤدي الفريضة، فإنك تحج عنها، تحج عنها. نعم. سالم يسأل يقول: ما عقيدة السلف الصالح؟ ما جاء في الكتاب والسنة، الإيمان بالله، الإيمان بالله وبكتبه وبرسله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. يقول هذا السائل يقول: ما نصيحتكم يا شيخ في هذه الأيام بكثرة الفتن والمدلهمات، فنرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا. الابتعاد عن الفتن وأماكن الفتن والاختلاط بأهل الفتن يبتعد عنها، والدعاء يدعو الله السلامة منها، النصيحة يناصح من يقدر على مناصحته ويقبل النصيحة. نعم. سام يسأل يقول: ما حكم
من يخرج على ولي الأمر المسلمين؟ حكمه أنه عاصي، أنه عاصي ويقاتل، يقتل ولا يترك يفسد شأن المسلمين ويزرع الفتنة بينهم، هذا مفسد من المفسدين في الأرض. نعم. سؤال يسأل فضيلتكم، يقول: ما هو موقفكم من الثورات في اليمن وليبيا وتونس ومصر؟ نسأل الله السلامة من الفتن، ونسأل الله أن يعين إخواننا في أي مكان، وأن يحفظهم وأن ينصرهم. نعم. نريد، هذا سؤال يسأل يقول: نريد منكم نصيحة للطلاب أولياء الأمور بسبب تفريط أبنائهم في الصلاة. ولي الأمر في البيت مسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهو مسؤول، عليه أن يقوم بالأمانة وأن يوجه التوجيه السليم ويمنع من المعاصي ويطهر بيته من أسباب المعاصي ووسائل الشر، هكذا الواجب عليه. نعم. سامي يسأل يقول: هل يجوز إذا ذهب 3 أشخاص داخل الرياض يصير عليهم أمير جماعة؟ لا يا أخي، هذا في السفر، هذا في السفر يؤمرون أحدهم، أي إمارة مؤقته،